كنتشرفوا باش دازت هاد لا فينال ديال هاد لا كوب اللي دازت في الكلوب ديال تطوان تحت الرئاسه ديال محمد رماح والعائله ديالو. فاحنا كنشكرهم على حسن الضيافه وحسن التسيير، وغادي ندوزو لا بريزونطاسيون ديال سته ديال لي فيناليست. فالمرتبه الاولى وبسكور ديال 117 طبق على 125 من نادي بن سليمان بوعين عبد المؤمن. في المرتبة الثانية من الكلوب ديال تطوان محمد الرماح. من 25 والرامي عناق بشعيب 16 من 25 والرومات الثلاثة عبيد رضوان أمرزوق حفاري خليل بالتوازي 15 على 25. كنرجعوا للدوسار الترتيب ترتيب ديال الدوسار. فاللي كان في الرتبه السادسه هذا القانون هو الحفاري خليل. اي غادرنا نتفقوا على الحفاري خليل. كيف تبعتوا معنا اليوم؟ كانت تظاهره في الرمايه الرياضيه، وكانت كان كاس الجامعه الملكيه للرمايه الرياضيه. كيف تبعتوا معنا اطوار التظاهره؟ كانت اللي كانت فيها نسبه ديال المشاركه لنسبه محترمه، ما يفوق 60 رامي من جميع الانديه المنضويه تحت لواء الجامعه الملكيه للرمايه الرياضيه، من الانديه الرباط، نادي بن سليمان، المغربيه. وكيف تبعتوا معنا كذلك المباراه؟ ما شاء الله كان نجاح كبير اللي هو كيتمثل في النتائج اللي كانت مشرفة، لنتائج عالمية فيما يخص 117 هدف من 125. هذا رقم كيتسجل عالميا لأنه رقم مشرف. وكانوا الرومات شاركوا، كان واحد تنافسية قوية بين الرومات. وكيف تتبعوا معنا بان راه بداو كيتوافدوا رومات جداد اللي هما حاملين رخص الصيد، والجامعه الملكيه كذلك كتبذل واحد المجهود جبار في هذا الباب باش تعرف الرمايه الرياضيه في بلادنا، باش نطمحوا للنتائج على مستوى دولي مستوى عالمي ان شاء الله، ونكونوا في الطليعه. اللي كانت هذه المشاركه ديالي الاولى في نادي تطوان للرمايه الرياضيه، الحمد لله اللي فزت بها بالمرتبة الأولى. كنت مع الرومات اللي كيشرفوني نكون معاهم ونشارك معاهم، الحمد لله قدرت نفوز بهذه المرتبة الأولى الحمد لله. نشكروا النادي وأصحاب النادي ديال تطوان على المجهودات ديالهم الجبارة، المجهودات الشخصية ديالهم باش داروا لنا هذا النادي اللي هو ما شاء الله عنده مواصفات دولية وكيشرف، وفي ساعد هذه المنطقة وأبناء هذه المنطقة باش يزاوروا هذه الرياضة كذلك، ويحفزهم على المشاركة ويواكبوا معنا البطولة الوطنية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.